والطب العربي، دراسة في الطب الهندي وأثره في أرض الإسلام، للدكتور لويس صليبة ضيفنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بذكر حضرتك أستاذ وباحث في الدراسات الفيدية والإسلامية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. الأيروفيدا الطب الهندي وعلاقته بالطب العربي يتضمن الكتاب اللي أنا رح أفرجيه للمشاهدين، وأترك لحضرتك تعرفنا عنه. ماذا يتضمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب هو جزء من مشروعين. المشروع الأول ذات طابع أكاديمي، الهدف منه دراسة العلاقات والتفاعل بين الحضارتين الهندية والإسلامية. صدر بإطار هالمشروع عدة كتب، مثل الكتاب الفرنسي لاندويسم اي سون انفلونس دون لا بونسي مسلمان اللي كان أطروح الدكتوراه لإلي، وكتاب تاني حكينا عنه مرة كمان بالان بي ان هو ريغ فيدا، كان دراسة وترجمة لأقدم كتاب بالعالم. هذا الكتاب الثالث يندرج بهالمشروع اللي بيدرس هالتفاعل بين السائفتين. كمان هالكتاب جزء من مشروع تاني هو طابعه تعميمي فيولغاريزاسيون، الهدف تعميم وتعريف القارئ العربي والإنسان العربي على هالنظام الطب العريق اللي هو الأيورفيدا الطب الهندي. عرفنا أكثر عن هالطب يعني، ومن هيك نكون عم تعرف على مضامين الكتاب حضرتك. شو هو الأيورفيدا؟ الأيورفيدا على ماذا يعتمد هذا الطب؟ الأيورفيدا أولا، كلمة أيورفيدا هي كلمة سانسكريتية، أيوس بتعني حياة وفيدا بتعني معرفة، يعني الأيورفيدا هي معرفة الحياة. المبدأ الأساسي بالأيورفيدا أنه هذا الطب هو ليس فقط لعلاج الأمراض، هو بشكل رئيسي للحفاظ على الصحة والحفاظ على العافية. في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: سلوا الله العافية فما سئل الله شيئا أعز عليه من العافية. إذن الهدف أنه الإنسان يبقى بصحة تامة، مش أنه لمن بيقع بالمرض نبلش نعالجه بالمعالجات المعرفة، لأنه الإنسان بيأسس للمرض، وهذا الشيء قليل ما بينتبهوا له الناس، بيأسس للمرض عبر عشرات السنين من الممارسات الخاطئة بالتغذية وغيرها. نعم، يعني هو معرفة الجسم الإنساني، معرفة يعني على شو بيطلعنا هالطب بالذات، يعني على أنه نعرف شو هي بركة العوارض اللي ممكن تؤدي أو أسباب اللي ممكن تؤدي للأمراض، أو هو معرفة يعني شوي كمان تدخل فلسفية، لأنه قلت لي معرفة الحياة، عشان هيك يعني عم أحاول. أكيد كل طب في له كان جانب فلسفي، لأنه بنعرف حتى عند العرب واليونان الطبيب كانوا يسموه حكيم ذا سيج، ولكن هو بشكل رئيسي الأيورفيدا معرفة عملية تطبيقية. قلت معرفة الإنسان ذاته، يعني معرفة الشيء اللي بنسميه التركيبة الطبيعية للإنسان، براكريتي. البراكريتي هي تركيبة كل جسم إنساني، وكل جسم بيختلف عن الثاني. مشان هيك دائما الطبيب الأيورفيدي بيقول السؤال اللي بيطرحه إنه ليس مما يشكو مريضي، ولكن من هو مريضي، من هو، شو هي تركيبته الفيزيولوجية، وعلى أساس هالتركيبة بيعطي الأشياء المناسبة. ومش ضروري هون يكون مريض، مثل ما قلنا ممكن الإنسان العادي يستفيد من معرفة الأيورفيدا، لأنه مجرد معرفة تركيبته الجسدية بيعرف شو ياخد، شو يتناول، شو ياكل، وشو يتجنب. شو علاقة الأيورفيدا بالطب العربي؟ بالواقع، وهذا الأساسي اللي بركز عليه بهالكتاب، علاقة الأيورفيدا الطب الهندي بالطب العربي علاقة قديمة واصلة للجاهلية، للعصر الجاهلي قبل العصر النبوي. من هذيك الأيام كان بالجزيرة العربية في كتير أطباء هنود يجوا من الهند. كتب الطب النبوي وكتب اللي بتتحدث عن السيرة النبوية للرسول عليه الصلاة والسلام بتشير لكتير مواضع. مثلا بعطي أمثلة بهالكتاب، لما عائشة رضي الله عنها زوج الرسول مرضت، بيقول الإمام البخاري إنه أبناء أخيها استشاروا طبيب موجود بالمدينة من الهنود، من طائفة الزط. كمان في خبر تاني بيذكره الإمام ابن حجر العسقلاني بالإصابة في معرفة الصحابة، عن طبيب هندي اسمه بيرطين أو بيرزنطين، كان أول من استخدم القنب، وهذا بعصر الرسول، واشتهر من خلال هالشيء. إذن الطب الهندي موجود مع الطب العربي منذ بدايته. يعني هن متلازمين في الحقبة التاريخية، بس هل من علاقة بطريقة الطب؟ يعني هل في علاقة بين الطب العربي والطب الهندي بما يتعلق بمقومات هذا الطب؟ يعني بعرف أنا مثلا الطب العربي يعتمد على الأعشاب، يعتمد على مقومات عديدة، هل في كمان تناسق أو تلازم بين الطب العربي يعتمد على الأعشاب أكيد كعلاج، بس
يستند بشكل رئيسي الطب العربي على نظرية الأخلاط أو نظرية الأمزجة يلي أخذها عن الطب اليوناني. الطب الهندي على ما يبدو هذا اللي بثبته أنا بالكتاب، حتى الطب اليوناني بنظرية الأخلاط أو الأمزجة يعني الدم وغيره على ما يبدو أنه أخذ عن الطب الهندي. إذن هو الطب الهندي هو الأسبق والأكثر قدما بهالشيء. إذن الأسس إذا ما قلنا هي ذاتها متشابهة، مشان هيك كان في جوار وشيش بين الطبين الهندي والعربي عبر كل التاريخ ولا سيما في العصر العباسي، وكانوا الأطباء العرب يعتمدون كثير من الأدوية الهندية. والطب العربي وهذا اللي بقوله أنا بالكتاب وهذا الشيء جديد يمكن تبع الكتاب، أنه الطب العربي ليس كما يعتقد البعض أنه هو ترجمة أو ترجمة للطب اليوناني. الطب العربي هو محصلة دمج مبتكرة بين الطبين الهندي واليوناني. طبعا انت لحضرتك دكتور صليبه كمان في موسوعه ايروفيدا الطب الهندي، شو بيختلف الموسوعه عن الكتاب؟ الكتاب الاول اللي هو الطب الايروفيدا والطب العربي اكثر فينا نقول نظري وجامعي اكاديمي. هذه الموسوعه اللي صدرت بعده واللي هو جزء منها لانه الهدف انه التعريف بشكل عام، هي اكثر عمليه بتتناول الطب الهندي بمبادئه كل المبادئ تبعه كيف نستفيد منه. يعني كل انسان بيقدر من خلال هالكتاب يعرف شو تركيبته الجسديه، شو بيناسبه من الماكولات، شو ما بيناسبه، شو يتجنب، شو ياكل، شو الانفعالات اللي لازم يتجنبها الى اخره. اذا هيدي الابروش يعني المقاربه تبعه مقاربه عمليه اكثر من الكتاب الاول. كيف نستفيد من الايروفيدا؟ نستفيد من الايروفيدا هي ممكن تكون جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوميه لان هي ادب حياه مش بس طب. اول كل شيء قبل كل شيء نستفيد من الايروفيدا ان نعرف تركيب جسمنا نحن شو هي الاسس او الامزجه اللي بتطغي على تركيب جسمنا، اذا كان مزاج ناري يلي بنسميه بيتا او مزاج هوائي بنسميه فاتا او مزاج مائي اللي بنسميه كافا. كل انسان في له تركيبه وموازين وبرسنتج يعني نسب مئويه من هالتراكيب تختلف بين انسان واخر. كم في مزاج؟ هن الامزجه الثلاثه الاساسيه اللي بيستندوا على العناصر الخمسه اللي هن الاثير والهواء والماء النار والماء والتراب. من امتزاج هالعناصر الخمسه بيجي هالامزجه الثلاثه، واللي الامزجه الثلاثه بتدخل بتركيب كل الناس، يعني كل انسان فيه من هالثلاثة بس بنسب مختلفة، بنسب مئوية مختلفة. كيف يتعامل الايروفيدا مع الامراض ومع العلل؟ يعني هلا بحال عرفنا انه هو اسلوب وكانه اسلوب حياة لتفادي تلك الامراض او العلل، بس عند وقوعها كيف بيتعامل معها؟ اول شيء التشخيص بالايروفيدا، بنشوف غلاف هالكتاب بيصير لهالصورة اللي هي قراءة النبض. نعم. وقراءة النبض هي هذه اللي بثبتها بهالكتاب. نعم. قراءة النبض هي على ما يبدو الأيورفيدا هونديش هي مأثرة بالطب العربي. قراءة النبض بالذات أخذته عن الطب العربي. أئمة كبار بالطب العربي مثل ابن سينا والرازي مثل ما بيثبت الكتاب، بذكر هوني مثلا أرجوزة لابن سينا في علم الأنباض لم تنشر قبل موجودة بهالكتاب، بيحكي كيف منقدر نعرف من نبض الإنسان الأمزجة اللي بتطغي عليه ومن خلال الأمزجة نعرف الأمراض. إذن الطب الهندي من خلال قراءة النبض وبمجرد قراءة النبض بيعرف إشياء ثلاثة أساسية، شو كان عند الإنسان من أمراض سابقة، شو بيشكي الإنسان من أمراض حالية، وشو ممكن يعاني من أمراض بالمستقبل بمجرد النبض. وهيدي إذا بنقرأ كتب ابن سينا منلاقيها، كمان بنقرأ كتب الرازي منلاقي كيف كانوا كل هالأطباء الكبار من خلال النبض يعرفوا ماذا شو بيشكي المريض. شو العلاقة بهذا الموضوع يعني؟ لأنه في تحليل علمي لهالموضوع. تحليل كتير علمي لأنه الأنباط في أنباط مختلفة عند الإنسان. الأيورفيدا بتميز بين 350 نوع من النبض، وبيقول المجوسي أحد الأطباء العرب الكبار إنه أبسط يعني أصعب شيء بس بنفس الوقت أسهل شيء أو الأكثر إفشنت يعني إفكاس له فعالية هي معرفة التمييز بين الأنباط، ومن خلال كل مزاج معين له نبض معين، وكل مرض بجسم الإنسان بينبض بطريقة مختلفة عن الثانية، بس الأساس أنه نعرف نقرأ. يعني بعطيك مثل، أنا بالهند بيقولوا أنه الطبيب تيصير يعرف بالمرض لازم يقرأ على القليل 1000 نبض هيدا كبداية،
انا شخصيا يعني بعرف هيك اشياء معينه صرت افهم فيها، بس الاطباء الكبار بيقدروا بكثير تحديد يعرفوا اي مرض، السرطان، الايدز. انا كنت دائما متدرج مثلا مع طبيب بالهند، فيت لعنده مريض عم يشكي انه من رشح مزمن، بس دقر له نبضه وكان حكيني بالانجليزي لانه هو بيفهم هندي الواحد، قال لي هذا مش عنده رشح، هذا عنده ايدز. عمل له من نبضه عمل له رسات، يعني طلب انه يعمل فحص. اجى بعد الجمعه كان في اتش اي في بوزيتيف، يعني من خلال النبض عرف شو بيشكي منه هذا المريض، لانه كل مرض من هالامراض في له كونوتاسيون معينه بالنبض. نعم، هيدا بما يتعلق بالتشخيص. بما يتعلق بالعلاج، هل يتدخل الايورفيدا بطريقه العلاج وعن اي طريق؟ اكيد الايورفيدا بشكل رئيسي في هي هو يعالج مش بس يشخص، اكيد التشخيص جزء اساسي، ولكن المعالج في اطر كثيره وفي اساليب كثيره من المعالجه. الايورفيدا بيعالج بالاعشاب، ايه بس مش بس الاعشاب، بيعالج كمان بشيء بنسميه البانشا كارما، يعني الاعمال الخمسه اللي هي الهدف منها تنظيف الجسم. الأساس بيقول الأيورفيدا في أساسين للأمراض: اختلال المزاجات بالجسم لما بيصير في عدم توازن للأمزجة، تاني شيء لما بيصير في تراكم للسموم. والهدف الرئيسي من البانشاكارما هو إعادة التوازن للمزاجات، واحد، اثنين، طرد السموم من الجسم. نعم، بمقطع يعني بالكتاب عند حضرتك في مقطع مخصص بين الأكل والتأمل. يعني الأكل هو جلسة تأمل. إيه؟ شو العلاقة بهذا الموضوع؟ يعني الأيورفيدا بتقول مش بس مهم الإنسان شو يأكل، المهم كيف يأكل. المشكلة الرئيسية عند الناس إنه غالبية الناس ما بتاكل بطريقة صحيحة، يعني بتاكل مثلا هي عم تحضر تلفزيون، في واحد بياكل هو عم بسوق، ما في أول شيء انتباه على الأكل. حتى الجلسة على الأكل، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي بخلع النعلين عند الأكل، وهذه الأيورفيدا حكيتها كمان من 2000 سنة قبل. يعني في أطر، في أداب معينة، مشان إنه إذا أكلنا بطريقة معينة يكون الهضم أضبط ويكون الأسيميلاسيون يعني التمثل الأطعمة أضبط. إذا ما كانش في تركيز على الأكل، أكيد عملية الأكل والهضم رح تكون غير مكتملة. مبروك الكتاب، الكتابين يعني الأيروفيدا والطب العربي وموسوعة الأيروفيدا دكتور لويس صليبا. بنشكرك كثير لحضورك، بنتمنى يكونوا كمان المشاهدين استفادوا من هالمعلومات، وإلى لقاء تاني نفسر أكثر وأكثر عن الأيروفيدا وعن علاقته بالطب العربي. أنا بشكركم كمان على إتاحة هالفرصة، وبتمنى إنه يكونوا هالكتابين فرصة للقارئ العربي إنه يعرف نفسه أكثر، تيتجنب أكثر وأكثر الأمراض، وفي حال وجود الأمراض يعرف يعالجها من خلالها. شكرا لك دكتور، شكرا. فاصل قصير بعده منتابع باستقبال ضيوفنا.